كيفكم حبايبي؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وانا مغاطر علي صوت لان اخواتي نايمين، وانا هاليوم فقت كتير بكير منشان هاليوم عنا شغل بدبي، ويعني هاليوم الصبح والمساء رح نكون برا البيت فعنا كتير شغل، وانا فقت قبلهم طبعا تعرفوا لما في انا قبل اخواتي اكيد لازم اعمل فيهم مقالب، فتعالوا نعمل فيهم مقالب سوا. فبس قبل ما نروح اعمل فيهم مقالب لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب، يلا تعالوا نعمل فيهم المقلب. طبعا المقلب اللي انا مفكر فيه نكب فوق امي، فرح نشوف. طبعا حبايبي بعتقد انه هيك حاج لذيذه، بعدين رح اجي اعبي لايات، بس لا خليني اعبي اسا كتر شوي وكب شوي على الزيت وشوي على ايات ان شاء الله ما يحسوا علي. اول شيء حنبلش بعزات، بسم الله. بيت علي امي نفس ملت شكل. طبعا حبايبي هلا بس صح صح وعزات وهيت برجع لكم. كيف حبايبي؟ طبعا حبايبي هلا رجعنا بعد ما سلطان فيقنا وكب فوقنا مي، هلا صحصحنا ولبسنا وهلا رايحين. طبعا ايات وسلطان فوق بالبيت، انا نزلت قبلهم وشوفوا اللوك. وهلا نازل سشوار شعري عند الحلاق وترقبوا كيف راح يكون شعري بالسشوار. وطبعا حبايبي شوفوا هاي كانت ال هاي كان السشوار، هاي كان اكتبوا لي اذا حلو او لا. يلا لا بصوركم سشوار سلطان. ها طبعا حبايبي انا كان سشوار شعري ورايحين هلا على دبي. وقف خليني افرجي شعرك سلطان. يلا هون جنا، وهذا كان سشوار سلطان. خبرونا كيف. وحبايبي يعني هلا انا سلطان وايات جاي اسا كمان على الطريق رايحين على دبي عنا شغل، فخليكم مع الفيديو بعد الشغل راح نصور لكم كتير شغلات حلوة. وطبعا حبايبي هيك هلا نحن على الطريق ورايحين للشغل. طبعا حبايبي بعد شوي راح تعرفوا شو انه من الصبح من لكم شغل 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 شغل، هلا راح تشوفوه. طبعا حبايبي الكل يقيم لنا الشغل هلا راح تشوفوه، فخليكم مكملين الفيديو. وهلا نحن رايحين وبس وصلنا لهونيك كمان راح نرجع لكم. وطبعا حبايبي هلا هيك بنكون وصلنا، وانتم بتعرفوا انه عندنا من الصبح من لكم شغل شغل، وهلا راح تعرفوا شو هو الشغل، فتعوا معنا. شايفين عنا جلسة تصوير وهلأ رح تشوفوا كيف رح ناخذ الصور. طبعا حبايبي بدكم تعرفوا كيف رح ناخذ الصور اي وضعياتكم من الفيديو الاخير، لا تنسوا اللايك وشير سبسكرايب. طبعا الحماس فول عندي وعن عزت وعن هذا. طبعا حبايبي مثل ما شايفين عزات شو عم صور، شو عم صور انا كمان صورت انا مش صورت. وهلا بعد عزات في دور حبايبي عيات هلا عم تعمل مساج. يلا صور حلو كثير. هذول صور مختلفة. اكتبوا لنا بالتعليقات اذا عجبكم او لا. 6 and a half hours later.
دبي هلا جايين لمحل انا ما بعرف شو اسمه دبي فتنس، فجايين نشوف شو في هون وبس. تعال معنا نشوف شو في. حبايبي هون في كثير شغلات فينك تلعب، بلاي بول، فوتبول، باسكت بول، شو ما بدكم، حتى تنس. طيب حبايبي نفس ما لكم شايفين هلا هون بدنا لبس رياضة. نحن ما جبنا ما نلبس رياضة هلا على السريع من هون. نجيب لبس رياضة ونرجع لهون بسرعة. يلا خليكم معنا. هلا وصلنا على المول مشان نشتري هدوم الطابق، لأن انتوا وقت رحنا على دبي فتنس كان لازمنا هدوم رياضة. وهلا جينا نشتري هدوم رياضة. المول كثير عجقة وان شاء الله نلحق نشتري. يعني ان شاء الله نلحق. ان شاء الله. اوه حبيبنا وصلنا على المكان. حبيبي كثير كثير مستعجلين ف بدنا ناخذ برشلونه. العشب. اوه لقيت لاعب من برشلونة، تعال شوفه. طيب حبيبي هلا وصلنا ورجعنا لهون، وهلا اجي وقت التحديات والرياضة الصح. وطبعا حبيبي هلا رحنا وبدلنا ثيابنا، وهذا كان اللوك النهائي. انا اشتريت سي ار 7. وانا اشتريت هدول صار قايمون لنا يوم بالتعليقات، وهلا خايفين لنا جوا. يلا حبايبي. هلا فايتين نلعب طابة، تعالوا معنا وشوفوا روح التحدي والتحديات كيف راح تكون. طبعا هيك منكم فزنا 2-0 على فريق الاعداد. انا سجلت. طبعا يا جماعه الخير هلا رح نروح ونكمل رحلتنا. هلا بس اخذنا بريك سريع شوي، اكلنا وجبه خفيفه هوت دوغ، وهلا منطلقين ان شاء الله بقوه كمان. شو هذا؟ يا بعد هيك ابعت صوت هيك روح لهم الاسترخاء. حبيبي الاعزاء طلعت راح يلعبوا جول، جول بس هي عباره عن اكس او. حبيبي بس 5 دقائق. Thousand years later. Stop it. Get some help. طيب
حبايبي هون منكم وصلنا لنهاية الفيديو، وطبعا مثل ما كنتم شايفين هدول الجوائز اللي ربحناها، هدول طائية، فبس هدول الأغراض. وحبايبي شفت هذا المحل كامل دلناه كله ولعبنا بكل شيء بكل شيء، ليك نحن متكسرين وتعبانين ولازم نروح على البيت وننام. فحبايبي كل مواقع التواصل الاجتماعي رح أحط لكم إياها هون على الكاميرا، الانستغرام، سناب شات، يوتيوب تبع عزت وآيات. وطبعا حبايبي ترقبوا لايفاتنا على اليوتيوب مرتين بالأسبوع، لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب. يلا باي.